خروايدو هذا ميساج ليك، قال لك الدوله من فوق الحمار سيد الغزال، تاع العسكري من فوق الغزال يسيدك الحمار. وحنا يا صاحبي حنا العسكر اللي تعسكر في المعسكر، ودي دي كاف الناس غير زين وناس معسكر. زيدك حاجه العزيز الغالي لاكلاس، المجاهدين كيفاه حتى ولاو مجاهدين بكري، ثاني كانت كاينه ناس راحت جهدت في سبيل الله حرت البلاد، وناس كانت قاعده قافضه القنت كيما رانا دروك. روك انت فاني راه عندك حريه الاختيار، فاهم؟ قادر تروح تدخل تجيجي، ما كاش اللي قال لك جيجي بالسيف وما كاش اللي قال لك ما تجيجيش بالسيف، نيشان تما دروك حنا نخبه. كاينه ناس في الشارعين تاع في الدم تاعها كاين دم المجاهدين، كاينه ناس بغير بارود صاحبي تبغي رصاص، كاينه ناس ماهيش تاع خط يدمر خط، كاينه ناس تاع طلقه تدمر طلقه صاحبي صاي، وكاينه ناس ماهيش تاع طبسي حامي شلفط، كاينه ناس تبغي ساكود ومشرجي الطرف. فاهمين خوتي ليسونسيال؟ تحياتنا لكم، تحيه الجيش، تحيه 58 ولايه، وديدي كاس ديدي كاس العز الدين طيباوي وجي جي اف تاعنا تاع هاكا ما نذكروش الاسامي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا متتبعينا، أسعد الله مساءكم صباحكم عفوا. والله حبيت نتكلم على الشيء اللي وقع بالأمس واللي ما تمنيناش أنه يقع، واللي تمنينا أن هذا المشكل يتحل بالحكمة وليس بالتهور. مشكلتنا اليوم رانا نقولوا ونعاودوا، التهور راح يضيع الناس حقوقهم باطل، مع أن تلك الحقوق سوف تأتيهم عاجلا غير أجل بإذن الله، ولكنهم استعجلوا الأمر فراح كلش. وهذا المشكل تاعنا اليوم، العجلة، العجلة اللي راها تخلق مشاكل لهم هما وتخلق لنا مشاكل لينا احنا كمواطنين جزائريين. والله الذي لا إله إلا هو لا هدف لنا سوى أن نرى الجزائر ما شاء الله في العلو، هذا هو هدف، لا نفرق بين هذا وذاك، لا نفرق بين هذا وذاك، احنا هدفنا هي الجزائر. ولكن اليوم احنا رانا نشوفوا ناس في الساحة كل واحد راه يضرب على نفسه فقط، هذا ما كان جماعة فيف لوروا لوروا يمور. شفتوا البارح مع طوبي الجيش الوطني الشعبي والمشطومين، اكيد انهم حق عندهم حقوقهم يدافعوا على حقوقهم، اكيد اننا ماناش في بلاصتهم ونضر وكذا، ولكن لازم الحكمة يا احبتي. التهور والخروج العشوائي هذايا واللعب العصابات هذا ما راهوش مليح، ما راهوش، راح ينقص حتى من القيمه تاعكم انتم، مع انكم كنتوا عندكم قيمه وعندكم حجه، لان رئيس الجمهوريه وبالفيديو وعدكم ان الامور تاعكم راح تتريقلا، ولكن ربما اليوم ما قدرش يرقليها لحاجه في نفس يعقوب. فما تسرعوش، العجله والتهور راح تخلق مشاكل، وراكم شفتوا واش صرا البارح. خيرتوا يوم ثلاثاء ولا بالكم باللي العاصمه يوم الثلاثاء وكل العواصم هو نهار تاع الطلبه، ما راهش سهل. على بالكم باللي القوات الامنيه راح يكون عليها ضغط كبير. ورحتوا خرجتوا لهم انتم كذلك على في منطقه بعيده عن العاصمه ب 20 30 كيلومتر. يعني زدتوا درتوا ضغط. شليتوا حركه المرور في العاصمه. خلقتوا ضغط كذلك لسكان العاصمه وما جوارها. وفي الاخير وقع ما وقع، مع انكم سبحان الله كنتوا قادرين تجتنبوا هذا الشيء كامل، لان الناس كامل راها معاكم وكامل على بالهم بالقضيه تاعكم، ورئيس الجمهوريه بشهاده الفيديو اللي يبقى عايش هذا الفيديو وعدكم. ولكن ربما اليوم لامور اخرى ما قدرش يرقلكم احوالكم، ولكن الوعد راه قائم، ماشي هذه الخطره، ربما غدوه ربما غير غدوه كنتوا قادرين تقوموا كما يقولوا بعمل اخر غير اللي عملتوه البارح. كنتوا تحلوا قناه بينكم وبين الرئيس ولا بينكم بالقياده وتفريوا المشكل وتصبروا، وكفى المؤمنين شر القتال. خرجتوا البارح رؤوس الفتنه، اغتنموا الخروج تاعكم اللي كانوا يضحكوا عليكم، اللي كانوا يقولوا لكم انتم لحسين الرونجاس، اللي كانوا يقولوا لكم شح. البارح بنتوا لهم ما شاء الله، صوروكم ودار لكم فيديوهات وبعثوهم على قنوات الفتنه وكذا، ورانا مع خاوتنا ورانا كذا، حبوا يبلعطوكم باش يزيدوا مره اخرى يدخلوكم انتوما وياكلوا الشوك بفمكم انتوما. هذا هو الخطا اللي وقعتوا فيه، وهذا هو الخطا اللي رانا واقعين فيه كامل اليوم في الجزائر.
حتى من الوطنيين، حتى من الناس اللي انتخبوا الرئيس، العجلة، مستعجلين، مقلقين. ليس لازم يكون ثابت، سبحان الله. لما تقول إنسان راني معاك ولا تقول مجموعة، لازم تثبت معاهم، ماشي تقول الإنسان راني معاك وبعد شهرين ثلاثة تقول اسمع أنا تقلقت وكيفاش وكذا منا. لا، إذا وقفت مع إنسان راه معاه جوسكوبو، كمل معاه حتى وذاك الإنسان ظهر كذاب، ولكن أنت ما ظهرتش كذاب، تعطيته فرصة شرعية قانونية. 5 سنين أنا معاك يا بات بروبلم، ما نقلقكش كامل. أنا معاك 5 سنين، أوكي شوفوها 5 سنين، عطيت الحق مدة 5 سنين حتى وما تحقوش المطالب تاعك انت. يا اياك ويضحكوا عليك الاخرين يقولوا لك انت يا راهي تلعبت لك. لا ابدا ما تلعبت لكش، بالعكس انت انسان حكيم، بالعكس انت انسان وطني، اعطيت فرصه للانسان. ولكن اليوم الى ما تحقق والو خلاص هذاك الانسان، لا تخلص المهمه تاعو. ولكن العجله هذه ما راهيش مليحه، الغوغائيه هذه ما راهيش مليحه. الجزائر اليوم راكم تشوفوا عندنا المشكل مع الجاره، الامورات اللي راها واقعه، عندنا المشاكل تاع الخروج تاع التلاف تاع الجمعه تاع كذا، عندنا مشاكل بزاف. انا نظن ان رئيس الجمهوريه ماهوش غبي لدرجه انه وعدكم مباشره وراح ما يوفيش بالوعد تاعو، ولكن ربما رئيس الجمهوريه ظن انه من الحكمه انكم انتوما راكم واعيين وتعرفوا، يعني على بالو بلي ماكمش راح تقلقوه وماكمش راح ديروا له مشاكل، لانكم جربتوا، راكم ناس، راكم من السلك الامني، راحين تفوتوا الاولويات، وانتم ان شاء الله راح يجي وقتكم. اظن ان الرئيس فكر بهذا الشيء، ولكن انتم تسرعتوا البارح، وقع خطا كبير البارح، ولكن يشهد الله انني انا واحد كنت نقول الله غالب، كانت لحظه زعاف فقط، ولكن اخطاء كيما هذه ما ينزلش توقع. لما تشوف طمش طوبيل حرب ومولا يولي يسب في رئيس الجمهوريه، يولي يسب في رئيس الجمهوريه، وهذا الشيء راكم تمدوا فرصة للأعداء الوطن، انتوما تمدوا فرصة للأعداء الوطن. يعني لو رئيس الجمهورية البارح استقبلكم واش تقولوا؟ تحيا الرئيس تبون، وكسرى موقع ولا تبون ماشي مليح، فهنا راح نوقعوا في النفاق والتناقض. يعني كل واحد راه يقول نفسي نفسي، إلا قضيت لي شغلي بارك الله فيك، الآخرين الله يسهل عليهم، الآخرين اللي قضى لهم شغلهم بارك الله فيك، والآخرين الله يسهل عليهم، ونولوا كل واحد شغل قبيلة، كل قبيلة تتصارع، ونروحوا تروح الوحدة الوطنية ما كان والو. فالإنسان يكون واعي أحبتي، كنا تكلمنا على هذا الشيء، سان ربي سبحانه كرمنا بالعقل، ما نتسرعوش. حتى ناس انا نعرفهم سبحان الله وكانوا ينتخبوا على الرئيس هذايا، بعد مده كل ما يصرى حادثه الله يرحم القايد صالح، كون جا القايد صالح اللهم ما يصرى هذا الشيء، يا سيدي الرئيس خنتنا. لا لا لا، الانسان لا ما يخلطش. مرحله القايد صالح مرحله، ومرحله تبون مرحله. مرحله القايد صالح ما كانش عندنا رئيس جمهوريه، مرحله القايد صالح، القايد صالح كانت عنده نظره امنيه، اليوم تبون عنده نظره سياسيه. القايد صالح كانت عنده الصلاحيات لان البلاد كانت رايحه للبلاد للهاويه لولا فضل الله سبحانه وتعالى والبصيره تاع القياده العسكريه، للجزائر كانت رايحه للهاويه. هو كان يتخذ قرارات على باله واش راهو يدير، قرارات امنيه، ما يلعبش امن البلاد، ما يلعبش معاك، تروح للحبس تروح للحبس، تبلع فمك نديك الحبس. هذا هو واش كان يشوف، ما كانش عنده علاقه بالسياسه القايد صالح رحمه الله. علاش كان يزرب ويسرع باش ينتخب؟ هذا الناس اللي تقول لك دولة مدنية ماشي عسكرية، هذا الكذابين هذا. لو كان هكا كان القايد صالح رحمه الله كان يتماطل، كان يتماطل ويخليها، ولكن ما كانش واحد أسرع من القايد صالح واللي كان مقلق على الانتخابات، وكل الفيديوهات تاعو تدل واش راني نحكي، كان مقلق على الانتخابات، كان ماذا به الجزائر دير رئيس ويرمي السربي تاعو. هذا الشيء اللي نشوف فيه اليوم. يعني ما تسناوش اليوم ان تبون لما ياخذ قرار باش طلق انسان ولا ياخذ قرار باش يدي انسان، فهو عنده نظره سياسيه غير نظره القايد صالح. واليوم الرئيس تبون هو رئيس منتخب، صلاحيته محدوده، الدستور يعني دار له حد للصلاحيه تاعه، ما يقدرش. اليوم كما يقولوا المسؤوليات راها منقسمه، في وقت القايد صالح رحمه الله كان القايد صالح وحده البلاد مخلطه، ولكن اليوم عندنا رئيس، اذا المسؤوليات مقسمه. الرئيس عنده الجانب السياسي، والقياده العسكريه عندها الجانب الامني، والاقتصاد وزاره الاقتصاد عندهم الجانب الاقتصادي، وهي رايحه ما يقدرش يتخذ القرارات وحده.
واذا يمشي بالطريقه اللي راكم انتم تكلموا فيها كل غير كان القائد صالح وتبوا الموشي يدير هكا راح نولوا للديكتاتوريه كذلك وما درنا والو. لا جزائر جديده لا والو. هذه يسموها الحنكه. هذه يسموها الحنكه. واخر حاجه حاب نتكلم بها ونختموا بها ان شاء الله كذلك للناس اللي راها تلوم في الرئيس كذلك وكذا منا وكذا ومنا والاحزاب السياسيه ولا فلان هذا لا ما ينحيهمش وكذا منا. رئيس الجمهوريه ما عنده الصلاحيات باش ينحي حزب باش تكونوا على بالكم. ما عنده الصلاحيات باش ينحي حزب لاننا لو كان ينحي الاحزاب هذه راح نعاودوا نولوا النقطه صفر كذلك انه ديكتاتوري وان ما درنا والو. لكن من الحنكه انك اليوم انت ايها المواطن المواطن البسيط انت هو اليوم اللي عندك لو بوفوار باش تنحي هذا الاحزاب ماشي رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه ما عنده حتى صلاحيات ولكن كاين نقطه رئيس الجمهوريه عطاك المفتاح باش انت تنحي هذا الاحزاب وبطريقه قانونيه وشرعيه وما فيها لا دم ولا بغض ولا كراهيه. قانون الانتخابات الجديد اللي راكم تشوفوا فيه خاصة الشباب اللي حبوا يترشحوا اليوم من بين 25 40 سنة الدولة تتكفل بالمصاريف تاعها. هذه هي. المال الفاسد ما كانش. هناك لجنة انتخابية مستقلة، يعني التصوير ما كانش. واش بقى؟ بقى أنكم أنتم تشمروا على ذراتكم وتدخلوا هذا المعترك. أنا غدوة لو كان نشوف الأحزاب السياسية عاودة ولات فما نلومش رئيس الجمهورية. ما نلومش رئيس الجمهورية. لكم انتوما الشعب لان اليوم المفتاح راه بيديكم. هذه من حنكه تاع رئيس الجمهوريه انه هو ما يقدرش ما عنده الصلاحيات باش ينحي حزب او ينحي حزب بس راه مشاكل فيها ديكتاتوريه ولا ما نحيتش هذا وكذا والقانون وكذا ومن لا ما نحيش الحزب بس عطاك الفرصه انت باش تنحيه بطريقه قانونيه اليوم انا اظن اننا في وقت الامتحان يكرم الانسان او يهان. اليوم في الانتخابات اللي راها جايه تاع المجالس المجلس الشعبي الوطني والولائي والبلديات اننا اليوم راح نعرفوا الحقيقه. هل هذا الشعب صح راح يدير القلب وراح هو يدير المسؤول كما يقولوا المناسب في المكان المناسب ولا عادت حليمه لعادتها القديمه؟ لاننا اليوم ما عندنا حتى حجه، ما ناش راح نقولوا فيها تصوير وما راش نقولوا المال الفاسد، لا، اليوم شباب ما شاء الله عندنا شباب، يلا ادخلوا للمعترك السياسي، كونوا رجال وربي يوفقكم، نهار تلحقوا قبه البرلمان وتكونوا قوه وكذا منا، ثم كاع المطالب تاعكم راح تتحقق وبطريقه قانونيه وحتى رئيس الجمهوريه مش راح يوقف عليها، لانه هو خلاص مد لكم انتم وانتم دبروا راسكم. فما تقعوش في الفخ. وما تضيعوش الوقت، احنا لما قلنا هذا الخروج ليس بغضا لهذا الناس مساكن، اكيد كاين ناس مساكن هي تخرج ولكن والله مضيعة للوقت. هنا راه صراع بين الحنكة والغباء، صراع كبير. راهي بالحنكة الناس راهي تخمم بالحنكة وناس راهي تخمم بالغباء، راهم يضيعوا في الوقت وراح تروح لنا فرصة وسنندم حينما لا ينفع الندم. اليوم الوقت اللي راهم يضيعوا فيه هم يخرجوا عياط وكذا ومن هذا كله غوغائيه. واليوم باش يدخلوا المعترك السياسي باش يكونوا هما يديروا رجال يمثلوهم ونكونوا قوه وكذا ومن نعاودوا يعني نسترجعوا الحقوق تاعنا بطريقه قانونيه بغير سب وشتم ولا مضيعه للوقت. فالناس هذولاكم تخرجوا اكيد ان شبابهم يخرجوا مساكن ولكن الناس اللي راهم فوق راسكم والله ما يهمهم انتم ما يحوسوا على الهدف تاعهم وشنو هو الهدف تاعهم ما تكونش انتخابات نزيهه وانتم الاخبر. فاظن انه جاء الوقت اننا نثبتوا روحنا والعجله هذه ما راح تفيد والو. والانسان لما يكون عنده موقف لازم يروح جوسكو بو. نهار تبدا انت تشوف فيلم ما تحكمش على الفيلم من الاول، روح على الاقل حتى للنهايه. على الاقل روح حتى للنهايه، واظن ان كل المفاتيح راها باينه، واللي عنده حنكه وحكمه يفهم، ولكن اللي راه في الغوغائيه والعياط وبحر له عقله، مسكين والله ما راهم ما راهو فاهم والو. ربي ان شاء الله يحفظ الجزائر بشعبها وجيشها بعربها وامازيغها، ربي يوفقنا لما فيها خير وصلاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.